لما السباكة عندك تبقى محتاجة صيانة لازم تجيب ناس متخصصين. ودول متخصصين على فكرة. واضح ان الماسورة الام زعلانة. دلوقتي المتخصص محتاج دكتور متخصص زي صاحبنا ده مثلا، في لحظة بيتحكم في مية الصرف، في اللحظة اللي بعدها مية الصرف اتصرفت معاه. يا انتي كميلة، انتي فرحانة في المصر؟ في ناس ما بتقدرش قوة المية زي سواق العجلة اللي مستعجل ده. عشان تتحكم في قوة اندفاع المية لازم يكون عندك صبر ووزن كافي واتزان. اي حاجة من التلات عناصر دي تختل المية تزوفك، ومش هنشوفك وانت وظروفك. لكن العروسة دي شكلها بقالها شهور بتستعد في الجيم. العروسة دي لعبة ترايسبس قبل الجواز. نصيحة لكل عريس، نقي الناس اللي هتعزمهم عشان يشرفوه، ما تعزمش اصحابك الزبالة. نصيحة مهمة جدا، لما تتمرن بالاوزان لازم يكون معاك واحد صاحبك. عاش ابو كباتن. واحد، واحد ونص، اتنين الا ربع، اتنين يخرجوني من الورطة دي. يا ريت ماما تكون بتلعب حديد والا حتبات هنا. وحبيب ماما اللي قدامنا ده جاي يخرم ودانه. البنات ما بيرفصوش كده. خلص. Where are you going? Yo, bleed it. I'm not joking. Get back. استرجل يا حبيبي والبس الحلق. مش ناوي يسترجل. منظر العربيات الهيدروليك دي ممكن يخليك تضحك لحد ما تتقلب على ظهرك، وساعات العربيات هي كمان بتتقلب على ظهرها. هيقول ايه لبتوع التأمين ده؟ صاحبنا ده مش هو مجنون الهيدروليك الوحيد. تحس انك بتتفرج على رقصة الترانسفورمر. بس في فيلم الترانسفورمرز ما كانش في حد بيولع. لازم تخلي بالك قوي لو بتسوق على منحدر. مثلا لو وقفت عشان تجيب الجرنان اتأكد ان العربية معشقة، ولو مشيت ما تحاولش تقف في وشها كده. الاتنين ركن.
كويس ان جوزها كان موجود عشان يعرفها غلطها. بابا بيحاول يتغلب على خوفه من الارتفاعات وابنه هيساعده. انت كده ساعدته، انت كده خوفته اكتر. في ناس بتقع في الحب، لكن استنى لحد ما تشوف مين اللي هيقع من الحب. الزوج والزوجة دول بيحتفلوا بأول كريسماس ليهم، وشكله هيبقى آخر كريسماس. دي جي ناوي يستعرض لنا مهارته في الوقوف على الكرش. بترقد على بطنك وتحمل وزنك على كرشك. حركة سهلة قوي لو بتعملها على الكنبة، لكن تقف على كرشك فوق التلاجة. دي ممكن تبقى حركة جديدة. بدل ما نسميها بلانكينج نسميها فريجيدينج. الدريفتات والخمسات شكل جديد من رياضة السيارات، لكن الراجل اللي قدامنا ده هيثبت انها ممكن تكون رياضة قتالية. لمسة اكتاف. البنت دي شايفة ان السلم المتحرك بطيء قوي، عشان كده خدت السريع. الحمد لله على السلامة. الشاب اللي قدامنا ده اخترع لعبة اسمها المروحة. وأقنع صاحبه إن هو كمان يجربها. واخيرا، اوعى تركب السلم المتحرك بكرسي متحرك الا لو كنت عارف الزرار اللي بيطفيه منين. دي لو سليمه كان جالها شلل. ايوه، واضح ان الناس دي عارفه هي بتعمل ايه. أخيراً لقوا الزرار.